لمزيد من التحليل والاستقراء بينضم إلينا من كييف فاديم تريوخان السفير الأوكراني السابق. أرحب بك سيد فاديم عبر منتصف النهار. كيف ترى الرؤية، رؤية الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي بأن أمريكا لاعب قوي في الحرب الدائرة ما بين أوكرانيا وروسيا؟ مساء الخير عليك. إنه منذ 20 كنا معكم. أولا يجب أن أقول أن سيد زيلينسكي هو يعبر عن رأي كل الشعب الأوكراني، وإن هدفنا الأوحد الآن هو أن ننجو. إن ما يسمونه بالاتحاد الروسي بدأ هذه الحرب الدموية لأجل أن يدمر بلادنا، وإن هدف سيد زيلينسكي وكل الشعب الأوكراني هو وقف العدوان الروسي ولإنهاء الحرب، وأن نعيش في سلام وازدهار لعقود قادمة. وحين يتحدث حول هذه الأهداف هو يتحدث حول الأمور الواقعية، حيث أن 40% من المساعدات الخارجية التي تأتي بما يخص الذخيرة والمساعدات، فإن الاتحاد الأوروبي يوفر 40% أخرى من المساعدات، وغيرهم من الحلفاء الآخرين يقومون بإعطائنا بقية. إذا كانت الولايات المتحدة توقفت عن إعطائنا مزيد من المساعدات اللازمة، سيكون الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لنا أن نستمر ونحصل على النصر في هذه الحرب. لهذا يحاول الرئيس زيلينسكي أن يشارك هذه الرؤى مع السيد ترامب، هذه الإدارة الجديدة، حتى يحاولوا أن يستمروا في هذه المساعدات التي كما كانت موجودة سابقا. وأن نستمر في دفاعنا عن بلدنا أوكرانيا في ظل إدارة ترامب، وأن تكون أوكرانيا أكثر قوة في تحت إدارة ترامب، لأن ترامب قائد قوي وبالطبع سيلعب دورا محوريا في وقف هذا العدوان الروسي ودفعه نحو الانسحاب من هذه الأراضي المحتلة داخل أوكرانيا، وأن يبدأوا في التفاوض لأجل السلام. طيب سيد فاديم، يعني بالنسبة لتغيير العقيدة النووية، هي تغيرت الآن بالنسبة لفلاديمير بوتين؟ هل هناك تخوف من الجانب الأوكراني في ظل هذه الظروف؟ أو بمعنى أدق، ما هي استعدادات أوكرانيا لهذا التحول الجذري في الطبيعة الحربية والعسكرية لبوتين؟ في الواقع بالنسبة لنا لم يتغير شيء، لأننا جميعا كنا نعلم أن روسيا يستخدمون هذا الإرهاب، يمكنهم أن يستخدموا أي وسيلة لأجل أن يستمروا في تدمير المدنيين الأوكرانيين، ويرغبون في قتل أكبر عدد ممكن من الأوكرانيين، إنهم يهاجمون الأراضي الأوكرانية كل يوم. إن جيشنا يحاول أن يوقفهم كل يوم وكل ليلة، نحن لأنهم لا يفهمون إذا كانوا يحققون أهدافهم أم لا. وضعنا لم يتغير بشأن تغيير عقيدتهم النووية، لأننا كل يوم نعاني من هذه الأمور في الحرب. وأعتقد أن الآن عقب تصريح الرئيس بايدن لاستخدام هذه الصواريخ بعيدة المدى الأمريكية مثل أتكمز، أعتقد أن هناك نوع من الذعر داخل الكرملين، أنهم خائفون من أن أوكرانيا ستستطيع أن تحصل على مزيد من القوة عما كانت من قبل. نعم سيد فاديم، دعني أعقب على هذه الكلمة، يعني هل بتعتقد بأن استخدام صواريخ الأتاكامز ستغير من واقع الحرب، ويعني ترجح الكفة أو ترجح الكفة للجانب الأوكراني؟ إن هذه الصواريخ أتكم بالطبع ستكون لها تغيير في قواعد اللعبة، يمكنها أن تعطينا الوسائل والآليات اللازمة لتدمير مزيد من الأهداف العسكرية داخل الأراضي الروسية بقدر المستطاع.
منذ يوم حصلنا على هذه الإعلانات داخل الإعلام أننا يمكننا أن نستهدف هذه الأراضي والأهداف العسكرية داخل روسيا، وسيكون هناك الصواريخ والذخيرة اللازمة. كما تعلمون وهذه هي الأسلحة الأخرى التي جاءت بها كوريا الشمالية إلى روسيا، وهذا طبعا يؤثر على الأوضاع. هو أيضا أنهم يهددوننا مرة أخرى، يحاولون أن يستخدموا هذا النفوذ وينشرون الذعر داخل مجتمعاتنا، وبالطبع أنهم يقولون بالطبع هذه الصواريخ سوف تقوم بتدمير كييف وتدمر أوكرانيا والمدنيين وهكذا، يستمدون بترديد هذه الأقاويل. أنا أقول هذه خطوة جيدة ولكنها ليست كافية للحصول على النصر الكبير. يجب أن نستخدم مزيدا من الأسلحة مثل أتكام. هناك عدة أنواع من الصواريخ تم الإعلان على أننا نحتاجها. أعتقد أن هذا أمر ضروري لأجل تحقيق النصر. بالطبع نحتاج إلى الدعم من جميع الحلفاء من الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا. سويا يمكننا أن نوقف هذا العدوان الروسي. نعم، أشكرك سيد بديم تريوخان السفير الأوكراني السابق، كنت معنا من كييف.